إذا استمعنا لآراء الشارع يمكن صار الكلام خلص معروف كيف كيفية الوقاية من الكورونا. بظل موضوع الاختلاط الزائد اللي هو التجمعات الكبرى، هذا اللي أنا مركز عليه هاي المرحلة، لأنه هو أعتقد أنه التحدي المرحلة الأساسي هي هذه الاختلاطات الكبرى. وأنا أعتقد أنه في بعض المبالغة لما يحكي عن أولاد وكل واحد ضل بغرفته في البيت، يعني برضو بدناش نصعب الحياة لهذه الدرجة. أنا بحكي أنه هذا الدور المطلوب الآن من الناس، لكن الحكومة السياسة العامة اللي حكى اليوم فيها على عضايل وسعد جابر ماشي الحال على العين والراس، السياسة العامة التوجه العام واللي حكى عنه دكتور عمر رزاز، رح نسمع شو حكى كمان دكتور عمر، لكن الإجراءات التنفيذية على الأرض، أنا هذا هو الملف المهم. في كثير قضايا ممكن نحكي عنها، بدنا نحكي عن قضية واحدة، تجربة واحدة لمواطن واحد خاضها اليوم في موضوع الكورونا، ونشوف الكلام المعسول والكلام الجميل اللي بيتحدثوا فيه الوزراء والمسؤولين عن إدارتهم لهذا الملف على أرض الواقع كيف بتكون. ما بدنا نصير على قولة سعد جابر مايو كلينيك، اللي هي المستشفى الأمريكية المعروفة أفضل مستشفيات العالم وإمكانياتنا البسيطة، لكن بدناش مايو كلينيك، لكن إحنا بدنا المستشفيات الأردنية والقطاع الصحي الأردني اللي كان بالتسعين واللي كان بالثمانين، هل هو مازال بنفس الرشاقة وبنفس الحيوية؟ اسمحوا لنا أن نرحب بأحد المواطنين وهو الأخ بلال عوض الله، حدث معه يعني قصة نريد أن نسمعها. مساء الخير أولا أخ بلال. مساء النور يا صديقي، الله يعطيكم العافية. بداية يعني نسأل الله لك السلامة وللأهل جميعا، الله يحفظك. تحكي لنا قصتك، شو اللي صار معك اليوم أستاذي؟ بداية أنا يعني ظهرت الأعراض عندي من بداية الأسبوع الماضي، أنا لوحدي توجهت للفحص، فحصت يوم الاثنين الثلاثاء بلغوني بالنتيجة، الأربعاء نزلت على الحجر في الأمور الطبيعية ما عندنا أي مشكلة في البحر الميت، تمام؟ على إثرها يعني فحصوا العائلة كاملة عندي، الخميس كان طلع نتائجهم كلهم بوزيتيف الحمد لله. حس من الخميس الوالد والوالدة كان عندهم أعراض، ظهرت عليهم يعني التعب وكذا، قالوا تواصلوا أهلي الجمعة والسبت على الدفاع المدني إنه عندنا الحج والحج بحاجة للمستشفى، مش راح يستنوا الحجر يعني. نعم. لا استنى وانتظر كذا لحديت اليوم رنوا عليهم قالوا لهم لا كلكم على البحر الميت. طب الوالد والوالدة تعبانين، قال لا بنزل على البحر الميت بنقيمهم هناك. طب ما أنا سكان عمان والمستشفى حمزة بجانبي، توديهم على البحر الميت ليش؟ والدتي عفوا منك مريضة ربو وضغط وسكري يعني على البخاخات وكذا، بتحملش الأمور هاي. قال لا ما عندنا أوامر إلا نزلت على البحر الميت. نزلوهم على البحر الميت، وصل الوالد والوالدة والأهل كلهم موجودين. لما وصلوا قيموهم أخذوا الوالدة والوالد ممنوع، طب الوالدة بدها مرافق كمان ممنوع. قول لا إلا الله، طلعوا في سيارة طلعوها في أمبلانس من البحر الميت لمستشفى حمزة ونص بدون مكيف. يعني الطريق لحالة هاي مقتل، يعني هي بحاجة الأكسجين أصلا وعندها ضيق نفس كذا، إلا أنها وصلت يعني ساعتين ونص بالضبط في الطريق، الأمبلانس متعطل مرة ومرتين وثلاث بوقف على الطريق. ولما وصلت على مستشفى حمزة استقبلوها في الصراخ وكذا، بتحكي لي استقبلها واحد على الباب بحكي لي خمسة توفوا من أهلي. طب يعني الخبر هذا لحالة بتقول لي ما رجعني، ما بديش أفوت المستشفى، زي ما ترانزيت عالجي يعني وكذا، يعني لا نقل كويس ولا استقبال كويس ولا الأمور الصحيحة كانت صعبة وسيئة جدا للغاية الحقيقة. يعني بس خلينا بس نأكد هيك على اللي صار بلال، يعني نعم. كانوا الأهل قريبين من المستشفى، ممكن يروحوا مباشرة لا المستشفى. لا ماركة بالضبط صحيح، لا شي ماركة والمستشفى بعيد عنه خمس دقائق بالسيارة. خمس دقائق راحوا على البحر الميت ورجعوا بالضبط 100% أكثر من ثلاث ساعات. أكثر من ثلاث ساعات ومشوار سيارة تتعطل وفيش متعطل أمبلانس متعطل فيش فيه مكيف ولا أكسجين. يعني انا الفكره وانت احد الكوادر الطبيه يمكن سمعت تصريحات سعد جابر مايو كلينيك، احنا هاي مش ملهاش علاقه بمايو كلينيك، هاي لها علاقه بس باداره وتفكير وكيف بدنا نعالج الناس ونفكر في شؤونهم. طيب بعدين شو صار اخي بلال؟ صديقي يعني الصح اللي اجى بدفاع المدني يقول انا ما عندي صلاحيات انقلك على المستشفى، انا طلعت انقلك. طب انت اصلا يعني كدفاع مدني انت جاي تنقل حاله مريضه، الاصل هي تروح المستشفى، لو انت صلاحياتك اللي بتحكي لي ما عندي صلاحيات. طب احكي مع مين؟ قال ما قاعد تحكي معاه، اذا ما بيطلعوا الان بجيب لهم سياره شرطه. طب انا مريض بالحرف الواحد شيخ، انا مريض، انا بدك تجيني على المستشفى، بدك تجيب سياره شرطه تطلعني اجباري ما تلزمني. قال لا بنلزمك تطلع سياره شرطه بجيبك اياها. والرقم اللي اتصل معنا موجود، والشاب الحكي يعني انا بدي اعتبر انه هذا الشاب موجود. يعني عنده اوردر، هذا بيحكوا له خذ فلان بس يعطيك على الاقل حلقه الوصل اللي تقدر تتفاهم معه، تقدر تحكي له مين؟ قال لا ما عندي اوامر، اما انهم بيطلعوا او انهم بنجيب له سياره الشرطه بالحرف الواحد. الله اكبر، احنا مش عاملين جريمه، احنا مرضى بدنا نتعالج. احنا يعني شيء غريب وشيء عجيب.
كيف صحتهم الآن؟ إن شاء الله تمام. إيش آخر والله إنه تواصل؟ الوالد أيوه في البحر الميتون، والثالث بحاجة إلى رعاية طبية وتعبان ونفسه ضايق. الحج الوالدة وصلت بالسلامة بعد كل هاي المعاناة لمستشفى حمزة، لسه ما عندي أخبار صافية عنها ونقية، لكن الله أسأل الله السلامة للمرضى كاملين، يعني أسأل الله إنه نطلع من هاي الغمة، لكن يعني الحقيقة إنه الإدارة في الطريقة إنها سيئة جدا. نعم نعم، يعني وصلت الرسالة وإن شاء الله توصل للمسؤولين، ويكون عندهم يعني مرونة، يكون عندهم أخذوا عطاء، يكون عندهم يعني النية، النية والشعار هي خدمة الناس، مش بدنا نغلبهم ونهددهم. صدق يعني يكون في تقييم للمريض في بيته، ليش تطلعوا وتمرمطوا ثم تقيموا في مكان آخر؟ صح. ثم أنه العمر لوحده ما بده تقييم شيخ، لما تقول حد عمره 70 سنة وعنده ضغط وعنده سكري وعنده أمراض ثانية، الأصل أنه ما بده تقييم، ما بده رعاية طبية أصلاً على كل الأحوال. صحيح صحيح. بدي اشكرك اخ بلال، وان شاء الله انه ربنا يشافيك ويشافي الوالد والوالده والجميع، ان شاء الله تطلعوا من هذه الازمه بصحه وسلامه وعافيه وقوه، وتكون يعني هيك ازمه وعدت ان شاء الله نحكي عنها. ولكن موضوع بلال مش موضوع شخصي، انا احنا ليش سلطنا الضوء على هذه القضيه؟ عشان بس نحكي للناس وللحكومه وللمسؤولين انه انتبهوا، في اخطاء ما بدهاش ملايين، يعني هاي مش محتاجه نكتشف حقول الغاز وابار النفط عشان نحلها، هذه يعني حلها بتليفون، حلها بسيستم واضح، بطريقة واضحة لكيفية معالجة ويعني متابعة حالات المرضى والمخالطين وكذا وكذا وكذا. عشان هيك بنحكي زي ما بتحكوا نعول على وعي المواطن، احنا بدنا نحكي نعول على مسؤوليتكم، نعول على وعيكم انتم كمسؤولين ايضا، وعلى ادارتكم وعلى حصافتكم. بربما اخطاء بسيطة تؤدي الى كوارث من المواطنين ومن المسؤولين، والمسؤولين مضاعفة أكثر المسؤولية عليهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنتم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن رعاية هذا الوطن وشؤونه بما يملي عليهم عليكم ضميركم. ولو كل مسؤول تعامل مع كل حالة إنه هذه ممكن تكون أمه أو أبوه تنحل المشكلة، ولكن سبحان الله جنب المستشفى طرق مشوار وبعدين يعني في خلل، في خلل حقيقة. طيب نروح ل رئيس السلطة التنفيذية دكتور عمر رزاز، اليوم طلب منا شخص وطلب منا نصائح، وإحنا طلبنا منه الآن بدورنا أيضا مجموعة من النصائح.